بسم الله. ممكن في مشروع تكون شغال معماري ببرنامج والإنشاء ببرنامج والMEB ببرنامج، مش لازم كلكم شغالين بنفس البرنامج. فعشان نبدأ نتبادل المعلومات بنسيف IFC، وبعد كده نفتح الIFC دوت في البرنامج اللي شغال عليه. فأنا دلوقتي لو أنا عايز أسيف IFC باجي هنا من الآر وأقول له export IFC save as IFC file، بيقول لي انت عايز سيف في اي مكان، فبقول له براوس واقول له مثلا انا عايز اسيفه في البكتشر مثلا سيف. تمام. لو انت فاتح اكتر من مشروع بيجيبهم لك كلهم، ممكن تروح فاتح كل الملفات اللي انت عايز تصدرها وتحطهم هنا، وبعد كده تختار اني حاجه هتصدر ليها. لاحظ ان هو في زمان كان في مشاكل في التصدير وكل اصدار بيتحل، فهو بيديك اختيارات فانت تقدر تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تصدر فيها. ممكن تصدر تلاقي في مشكلة فتختار حاجة أفضل، ممكن مثلا تقول له modify setup تبدأ تظبط الإعداد بتاع كل واحد فيهم. خلي بالك ده الـ IFC version. تمام. فأنت ممكن تختار الحاجة المناسبة ليك وتختار مثلا عايز أصدر العناصر الثنائية الأبعاد، عايز أصدر اللينكات، عايز أصدر الخصائص بتاعت كل العناصر، الحصر، الليفل اوف ديتيل. ممكن تقول له أنا عايز هاي، حسب الاعدادات اللي انت عايزها للتصدير. تمام. وبعد كده تقول له اكسبورت، هيبدا يصدر لك الملف دوت على هيئه IFC، بحيث ان الملف ده تقدر برامج اخرى تقراه. تمام. طيب لو انا دلوقتي شغال على برنامج مثلا ريفيت وفي ناس تانية شغاله برامج اخرى، ففي حلين. تمام. في حل ان انا اعمل لينك وبالتجربه، لان في معلومات كتير بتفقد. تمام. يعني لينك ده اختيار فيه ميزه ان انت كل ما بيحصل ابديت في الموديل بيتعدل عندك، بس بالتجربه بتلاقي في مشاكل وبتاخد وقت كتير على ما تحلها. وفي اختيار اخر اسمه اوبن IFC. هنشوف مع بعض الاختيارين. تمام. هو كده خلص، فاقدر اجي نقول له عايزين ملف جديد، فايل نيو بروجكت. اوكي. في اختيار ان انا هاجي هنا من انسرت واقول له لينك IFC، يبقى كده اي تعديل هيحصل هناك هيبدا التعديل ده يظهر عندنا كمان. فانا دلوقتي هقول له انا عايز ادخل في الايمج بيكتشرز، ده ملف IFC. تمام. بتقول له اوبن، بيبدأ يعمل لينك بحيث لو تعدل هناك يبدأ يتعدل عندك انت كمان. بس بتلاقي اغلب العناصر غير متعرف عليها مظبوط جيومتري، وبتلاقي مشاكل كتير عشان تقعد تحولها. فالاختيار دوت متاح لو انت عايز تشتغل عليه، مفيش مشكلة يعني جربه. والاختيار الاخر ان انا اقول له افتح الملف IFC، وبعد كده الاي اف سي ده اقدر اسيفه على انه ريفيت وابدا اعمل له لينك كريفيت. تمام. يعني اختيار اوبن IFC تقدر تسيفه على امتداد البرنامج. طيب هتبدا تشوف بقى الموديل بتاعك اهو في 3D اهوت، ده انت عامل له لينك. فلو انت عايز يتنقل عندك ومش محتاج اللينك دوت، تقدر تقول له بايند لينك. تمام. فهتنقل العناصر دي تبقى معاك. تمام. او هتشتغل بيه لينكات مفيش مشكله خالص. تمام. ده لينك IFC. الاختيار الاخر اللي انا بتكلم فيه وده اللي انا بستخدمه عاده، يعني ان انا بقول له اوبن IFC. بس قبل ما اقول له اوبن IFC بدخل هنا في IFC اوبشن وابدا اشوف الاعدادات وادي له تمبليت. التمبليت ده بيكون فيه الاعدادات اللي انا محتاجها وفيها ال IFC كلاس نيم وال IFC تايب والريفت كاتيجوري. ببدا انا اظبط الاعداد ديت في قلب التمبليت بتاعي، وبعد كده باجي هنا اقول له اوبن IFC، وبعد كده تختار الملف. تمام. وتقدر تختار اوتو جوين اليمنت واوبن، هيبدا يفتح لك الملف IFC، بس بيفتحه على انه ريفت. لما تيجي تسيبه يسيف على انه ريفت. دلوقتي هتلاقي الملف اهوت وفيه المعلومات اللي انت محتاجها. تمام. وهتلاقي ان هو اتعرف على ان هي وول. تمام. في بعض العناصر بيتعرف على انها جينيريك موديل،
هتدخل جوه الجينريك موديل وتحولها لول او الحاجه اللي انت عايزها. انا بعرف ان دي دور، تمام، دي جينريك موديل. هتدخل اديت ان بليس وتقول له عرف لي دي مثلا على انها وول مثلا، تمام، وتسيف فينش مثلا.